السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شوني في إسبانيا. جمعة مباركة اليوم الجمعة، وكما كتشوفوا الجو كاين شوية البرد، شوية الغمامة، وحتى القويلة، يعني بعد شي حاجة كانت قايلة، ودابا خرجت عاود تسحبت عاود شوية الشتا. المهم الجو يعني مرون شوية كما كنقولوا، مارس طونطو، يعني مارس شهر مارس ديما حمق، ما راه شتا فيه ما راه رقيله ما تعرف منو والو. على اي يوم الجمعه، جمعه مباركه على المسلمين كاملين، و شفتوني دابا ماشي نمشي ان شاء الله للجامع. قبل ما نوصل الجامع جاتني يعني من هنا، يعني وصل الجامع جاتني ببالي على اني نشرح لكم واحد الموضوع اللي هو مهم، وصراحه غادي يستافدوا منه بزاف الناس، خصوصا الناس اللي عندها ديبلوم تقني ولا تقني متخصص. عند الناس عندها واحد افونتاج هنايا، وممكن يعني يستافدوا واحد القضيه. وبقاو معايا حتى يعني وصلنا للدار، نكمل لكم على الفيديو ان شاء الله، نشرح لكم شي تفاصيل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم شوني في اسبانيا. المهم سيبتوني دخلت من الدار، غادي يعني نشرح لكم الموضوع، وغادي ان شاء الله ندخلوا في التفاصيل هذا الموضوع هذا. المهم نبداو بغرادوميديو، نبداو على بركة الله غرادوميديو. غرادوميديو اللي هو ما يعادل في المغرب، اللي هو تقني، ديبلوم غرادوميديو هو تقني كما سبق لي طرقت له في فيديوهات. مثلا انتنا في المغرب كان عندك ديبلوم تقني في الميكانيك، او تقني في الريزو، او في الانفورماتيك، او في اي تخصص. المهم عندك ديبلوم تقني جبتيه من تكوين مهني او مدرسه معتمده في المغرب. كيشوفوا لك داك الدبلوم شنو قريتي فيه، المواد اللي قريتيها، شحال من ماده، شحال كنتي كتجيب النقاط في المواد، وكيشبروهم وكيعدلوهم لك بناء على نفس التخصص في اسبانيا. يعني ميكانيك تقني في المغرب وتقني اللي في اسبانيا، فاش كيتفقوا وفاش كيختلفوا. يعني كيشوفوا لك مثلا انت في المغرب قريتي 10 د الموديلات، كيكون عندهم هنا مثلا اسبانيا 12 د الموديلات، كيقول لك ناقصينك جوج د الموديلات، خصك تقرا جوج د الموديلات. كانت مثلا شي تخصص قريتيه انت في المغرب فيه 10 د الموديلات، وفي اسبانيا 8 د الموديلات فيه، كيشوفوا لك داك 8 د الموديلات اللي في اسبانيا واش سبق لك قريتيهم انت ولا لا. الا كنت سبق لك قريتيهم وكتعرفهم وجبتي فيهم النقطه، كيعطيوك المعادله. اولا المعادله في كتيم، يعني الدبلوم ديالك ما كتشبرو، كتعملو نفس الاجراءات اللي كتعملو البكالوريا، يعني كتشبرو وكتعملو المعادله كونسيخيري ديديكاسيون لي فورباط اللي سبق لي عملت عليها فيديوهات، ودخل القناه وغادي تسيب جميع المعلومات ديالها، وغادي تسيب الموقع ديالها والديريكسيون وجميع المعلومات ديالها. كدهوز داك الدبلوم ديالك وكديه. هاد الناس اللي عندهم تقني ما عندهاش بكالوريا، يعني دخلت قرات تقني وشبرت الدبلوم ديالها ومشات تخدم، ولا باقا ما بداتش تخدم، هاد الناس راه من حقها تجي تكمل القرايه ديالها وتتابع القرايه ديالها في اسبانيا. المهم كتبر داك الدبلوم ديالك، كتمشي لديك المكتب اللي قلت لك في الكونسيخاري ايديكاسيون اللي كاينه في الرباط، وكتمشي عندهم وكتعمل معادله تما. الاجراء ديال المعادله انا سبق لي شرحتها في فيديوهات، رجع الفيديوهات اللي كاينين في القناه وغادي تعرف الاجراء ديال المعادله وشنو الخطوات اللي خصك تعملها، باش تبر الموعد، باش تبدا في الاجراءات، شنو الوراق اللي خصك تجيبها، باسابورتي، داك الشيء. المهم على اي الناس اللي عندها هذاك الدبلوم تقني كدير عندك الكونسيخاريه، كتعمل له المعادله، هما كيعملوا لك المعادله، كيشوفوا التخصص ديالك شحال كيسوى في اسبانيا، يعني واش هو بحالو بحال اسبانيا، واش نفس المواد اللي كاينين في اسبانيا هما نيتهم اللي قريتيهم انت في المغرب، واش النقاط اللي كنتي جبتيهم هما النقاط اللي خاص يكونوا عندك هنايا. المهم من بعد واحد المجموعه ديال الاجراءات كتقوم بها هذا الكونسيخاريه باش تعادل لك هذا الدبلوم، كيقارنوا التخصص والمؤسسات، في الخلاصه النهايه كيعطيوك واحد الشهاده، كيقولوا لك ديك الشهاده ديال غرادوميديو، كيقولوا لك هاد الشهاده ديال غرادوميديو راه باقي خصك 4 د الموديلات وتحصل على غرادوميديو في اسبانيا، او مثلا خصك 2 موديلات وتحصل على غرادوميديو في اسبانيا. كيقولوا لك راه الدبلوم ديالك ناقص شويه على الدبلوم اللي عندنا هنايا، كيعطيوك الحق على انك تطلع لاسبانيا وتكمل داك المواد اللي بقاو لك ناقصين.
تخيل معايا شنو غادي تستافد انت. اولا غادي تستافد، غادي تجي تقرا هنايا. ثاني حاجه غادي تستافد على انك ما غاديش تعاود القرايه من الاول، يعني غادي تجي تقرا هنا غرادو ميديو اقراه عامين، العام الاول والعام الثاني، وغادي تقرا ديك الموديلات كاملين. لا، هذا هو افونتاج اللي قلت لكم، افونتاج عند الناس اللي عندها غرادو ميديو غرادو شوبي، يعني تقني وتقني متخصص في المغرب. افونتاج ديالو هو انه ما غاديش يقرا ديك الموديلات، غادي يكمل على الموديلات اللي بقاو له. اعطيك مثال، مثلا انت نعدلو لك المعادله وصاوا عندك 8 د المواد، بحال التخصص اللي كاين في اسبانيا، يعني بقاو خصك 4 د المواد. غادي تجي من اسبانيا غادي تقرا غير 4 د المواد وغادي تحصل على الدبلوم، يعني ما غاديش تقرا ديك 12 د المواد كامله، لا غير غادي تقرا غير 4 د المواد اللي ناقصينك، غادي تانسيست عليهم تجي فيهم شي نقطه مزيانه وغادي تنجح وغادي تشبر الدبلوم ديالك وغادي يكون عندك غرادو مليون، يعني بلا ما تقرا ديك التخصص كامل. ننظر الفكره واضحه. نفس الشيء كينطبق على غرادو سوبيريور، غير كان كاينه واحد الخاصيه زايده في غرادو سوبيريور مزيانه، اللي هي في حاله ما عدلت المعادله ويعني عدلوا لك المعادله كيعطيوك جوج د الاختيارات، يعني ان فوا تحصل على واحد الوثيقه كتعطيها لك الكونسيخاريه كتقول لك شوف راه عندك جوج الحلول، ماشي بحال غرادو ميديو، غرادو ميديو كيعطيوك حل واحد، كيقول لك الحل ديالك باش تحصل على المعادله طلع من اسبانيا كمل 4 د الموديلات او 3 د الموديلات او 2 د الموديلات، المهم الموديلات اللي ناقصين لك. غرادو سوبيريور العكس، غرادو سوبيريور كيف كطلع كيقول لك عندك جوج د الحلول، يا اما بالدبلوم تقني متخصص عندك الحق تطلع نيشان، يعني تطلع من اسبانيا نيشان تقرا غرادو ميديو تعاود ترجع من غرادو ميديو، يعني حاصل على الدبلوم غرادو ميديو وتقرا غرادو سوبيريور، يعني عندك غرادو سوبيريور ممكن عندك غرادو سوبيريور في المغرب ممكن تجي تقرا هنا غرادو سوبيريور في اسبانيا. ما عندك شيء، عندك مثلا هذا هو الاختيار الاول، والاختيار الثاني اللي هو يعدلوا لك المعادله ويشوفوا لك الموديلات اللي باقي ناقصين بحال غرادو ميديو، يقولوا لك المعادلات اللي ناقصين لك، كيقول لك عندك 4 د الموديلات ناقصين خصك تقرا 4 د الموديلات تحصل على غرادو سوبيريور. يعني ممكن تجي بتقنيه متخصص تقرا نيشان غرادو سوبيريور، وممكن انك تجي وتكمل على غرادو سوبيريور. وانا كنصح صراحه، كنصح الناس اللي عندها تقني متخصص تجي تكمل، ما ترجعش الاول، ما ترجعش غرادو ميديو، لا عندك غرادو عندك تقني متخصص اجي هنا قرا غرادو سوبيريور، شوف الموديلات اللي باقي ناقصك، غالبا غالبا غادي تسيب ناقصين لك واحد 4 3 المهم اختار 4 د الموديلات ما نظنش يكونوا ناقصين لك، يعني غالبا عام كامل غادي تقرا غير 4 د الموديلات. يعني الاغلبيه الناس كيعدوا المعادلات من الدبلومات ديالهم كيسيبوا باقي خصهم 4 د الموديلات 3، كاين اللي كيتسبق خصهم مع جوج، كتجي كتكمل شي يبقى لك 4 د الموديلات ولا جوج موديلات وكتشبر الدبلوم ديالك غرادو سوبيريور. ديك غرادو سوبيريور بحالو بحال اي واحد كيشبر غرادو سوبيريور في اسبانيا، يعني ما كاينش الفرق، الفرق ما كاينش، يعني بحال بعطياتكم بحال اللي جا كمل غير 4 د الموديلات بحال اللي قرا غرادو سوبيريور من البدايه حتى النهايه. المهم هذه هي يعني هذه هي الفكره اللي بغيت نشاركها معكم، وهذا هو افونتاج اللي بالنسبه يعني الناس اللي عندها تقني وتقني متخصص، وصراحه بزاف الناس كيكون عندها دبلوم تقني ولا تقني متخصص وما كيستافدوش منه وكيمشي يعملوا معادله الباك وكيطلع باش يقرا غرادو سوبيريور. يعني علاش انتينا عندك واحد بينتاخه كبيره، عندك واحد افونتاج كبير وما كتستغلوش، ممكن معادله عادل الدبلوم ديالك وطلع كمل القرايه ديالك. المهم اي معلومه حتى شويه بخصوص هذا الموضوع هذا كتبوها لي في الكومنتير، وانا ان شاء الله غادي نقراها وغادي نحاول نجاوب على جميع الكومنتيرات اللي كيخص هذا الموضوع. وهادشي اللي كاين، ما بقى لينا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كان معكم شاوني في اسبانيا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.